نحن عم نشتغل بالشابتر، قلت لكم الشابتر ان هو سينماتيك، ادرس ليش صار الموفمون بلا ما فوت بلبكه بلبكه سوري عم بدرس الموفمون بلا ما فوت بلبكه ليش صار الموفمون. خلص انا اللي بيهمني انه صار هالموفمون، بعد ما صار شو صار عندي بالاحلام، يعني صار عندي فيتاس اكسيليراسيون بوزيسيون موفمون دون بروجكتيل، كيف نشتغل هيدا اللي بيهمني. غير هيك يعني هذا هو باختصار شابتر. بعدين بس نروح على شابتر 2 رح نحكي اكثر ليش صار الموفمون، لكن بس نصير بشابتر 2 نحكي ليش صار الموفمون. رح نكفي شويه اكزرسيسات، رح نكفي شويه اكزرسيسات بذكركم بس يكون معي ا ان فونكسيون دو في، وبدي طلع اكس يعني او علاقه بين ا في اكس، فكروا بشيء واحد اللي هو ا دي اكس ايجال في دي في. بقول لكم انه دي اكس هي نفسها دي ار، بس الفرق انه بس كون عم بشتغل اون موفمون ريكتيلين بقول بس دي اكس، بينما بقول دي ار اذا انا عم بشتغل بثلاثه مثل يعني بالاكس ايجريك او بالاكس ايجريك. رح اعمل اكزرسيس 3 معنا صخره كانت على جبل بارتفاع عرش، بلحظه معينه بلشت تقع هيدي الصخره، بذات الوقت في طابه طالعه لفوق، طابه طالعه يعني انا وقت طلعت لفوق شفت صخره عم تنزل كبيت طابه، الطابه طلعت بفيتاس في زيرو، الصخره نزلت ولا فيتاس. بدي جيب باي لحظه الطابه والصخره دقوا ببعضهم، لكن انا عم بطلع لفوق شفت صخره نازله علي كبيت طابه لفوق، بدي جيب اللحظه اللي الصخره والطابه دقوا ببعضهم. واضح؟ طيب دقوا ببعضهم يعني صاروا على نفس الارتفاع، الصخرة والطابة دقوا ببعضهم يعني صاروا على نفس الارتفاع. حدا عنده مشكلة بهالحديث؟ يبدو ندقوا ببعضهم بلا ما يكونوا على نفس الارتفاع، لكن هون نشتغل بروجكتيل، كل شيء هيك هو بروجكتيل. بقى بروح بشتغل بروجكتيل، بجيب إجراج للصخرة بحطها إيجال إيجريك للطابة وبطلع التون. أكيد أنا بشوفتهم دقوا ببعضهم، أكيد شفتهم على نفس الارتفاع، ما في شوف وحدة على ارتفاع مترين مثلا وحدة على ارتفاع 10 متر وشوفهم دقوا ببعضهم، شفتهم دقوا ببعضهم يعني هن على نفس الارتفاع، هن على نفس الارتفاع. هون كله كل هيك أنواع بنشتغل بروجكتيل، يعني رحت حطيت إيجريك تبع الصخرة إيجال إيجريك تبع الطابة واشتغل. واضح؟ نروح نطبق هذا الشيء. ايه واضح. يعني بالنهاية بس كان فكرة هذا الاكزرسيس انكم يعني بس شوفوا شغلتين دقوا ببعضهم اكيد هن على نفس الارتفاع. خلينا نبلش بالنسبة للطابة. الطابة هي طالعة. هون ما في انجل تيتا مزبوط؟ يعني تيتا ايجال زيرو. صح ولا لا؟ إذا قلت له A Y إيجال موان جي شو بدي أقول له عن الـ V Y؟ بدي أقول له V Y إيجال موان جي تي بلوس كونستانت. الـ V0 هو مثل الـ Y يعني هيدي الكونستانت هي V0، عم بحكي هون للطابة. طيب Y هي انتجرال للـ V Y، انتجرال للـ جي تي هي موان أن دو. بس تفكر ترجع تاني شوي. يلا أنت شفت الطابة والصخرة دقوا ببعضهم يعني هن على نفس الارتفاع مزبوط؟ مزبوط. عم نشتغل بروجكتيل، بلشت بالطابة مثل العادة A إيجال جي، نحن هون بهمنا بس الإيجريك ما بهمنا الإكس، لهيك اشتغل بس على الإيجريك. هيدا شغل البروجكتيل قلت لكم بحيال إكزرسيس من نعمله هو ذاته. A إيجريك إيجال موان جي، شو الانتجرال للموان جي؟ هي موان جي تي بلس كونستانت، الكونستانت بيجي بتطلع على الفي زيرو، الفي زيرو هي سويفون إيجريك مزبوط؟ وين الفي زيرو؟ لحية هيدي اللي رسمت لك اياها بالاسود هي مانا سويفون ايجريك؟ بلا. لهيك الكونستانت بتكون في زيرو. بالاكزرسيسات اللي قبل كان يكون عندها كومبوزانت على الاكس وعلى الايجريك، كنا نحط في زيرو كوسينوس عند الاكس وسينوس عند الايجريك. هون بما انها كلها سويفون ايجريك بقى دغري بقول له في ايجريك ايجال موان جي تي بلس في زيرو. طب ايجريك هي انتجرال للفي ايجريك، انتجرال للموان جي تي هي موان ان دومي جي تي دو.
انتجرال للفي زيرو هي في زيرو تي، لكن هي موان ان دمي جي تي دو بلس في زيرو تي بلس كونستانت اللي هي إجراك زيرو اللي هي زيرو. ليش زيرو؟ لأنه يبلش من تحت. بقى الإكواسيون تبع الإجراك تبع الطابة هي موان ان دمي جي تي دو بلس في زيرو تي. حدا عنده مشكلة فيها؟ لا، شو هي الأفور؟ نعم؟ الأفور هي الأ؟ وين بتقصدي؟ اللي فوق. اه هدي اكسلراسيون، من انت دائما بالبروجكتيل بتبلشي اكسلر ا ايجري ا اكس ايجال 0 ا ايجري ايجال موان جي، وبنعمل انتجرال تنوصل للفي ايجري ولا الايجري. اوكي واضح؟ واضح. طب هلا بدي اعمل هذا الشغل على الروشي. الروشي كان موجود فوق نفس الايكواسيون، بس حنمشي فيها خطوه خطوه. نفس الايكواسيون بس اكيد بدها تغير في 0 بدها تغير ايجري. ايجري ايجال بدها تغير y0 يعني و 1 دمي جي تي دو. هو انطلق سان فيتاس انيسيال، يعني في 0 ايجال 0 مظبوط، يعني بلس 0 بلس y0. قد ايه ارتفاعه الاساسي؟ هو h. لكن للروشي صار عندي مو 1 دمي جي تي دو بلس h. طب جبت y للروشي و y للبال، هلا بحق لي حطهم ايجال بعضهم، بحق لي حطهم ايجال بعضهم وطلعت. واضح؟ واضح. لكن حيصير معي موان، رح روح اكتب على جنب هون، موان ان دمي جي تي دو موان ان دمي جي تي دو. هلا اخر شيء ما فهمت، ما قطعش الصوت، ما بعرف شو صار. وين اخر شيء؟ شو اخر شيء سمعتي ترجع لي؟ كنت كاتب اكواسيون هون هيدي الميله. ايه اللي كنت عم بقوله انه نحن كتبنا الايكواسيون دو بروجيكتيل دو لابال، طلعت موان 1 دمي جي تي 2 بلس في 0 تي، y 0 ايجال 0. بالنسبه للروشي هي موان 1 دمي جي تي 2 في 0 ايجال 0، لانه هو نزل بلا فيتاس انيسيال، يعني بلس 0 بلس y 0 اللي هي اش، لانه على الانستون انيسيال الروشي كان موجود فوق. لكن وقلت بدي احط هودي 2 y ايجال بعضهم، لكن صار معي موان 1 دمي جي تي 2 بلس في 0 تي ايجال موان 1 دمي جي تي 2 بلس اتش. اهدافي طلعت تي، بقدر طير موان 1 دمي جي تي 2 موان 1 دمي جي تي 2، شو بتطلع تي؟ بتطلع اتش على في 0. يعني بنحطهم بيساووا بعض اثنين اكواسيون. ليش؟ لانه تخيلي انت شفتيهم دقوا ببعض، انت عم تطلع لفوق شفتي صخره نازله عليك، دبيتي طابه لفوق دقوا ببعضهم، بس دقوا الصخره والطابه ببعضهم ما حتكوني شفتيهم نفس الارتفاع صاروا، ما حتكوني شفتيهم على نفس الارتفاع. صح. يعني مشان هيك حطينا 2 اجراك اذا البعض. واضح هذا الاكتشاف؟ نحن ما بيعطونا الاكواسيون للبال والاكواسيون للروشي، نحن بنطلعها. اكيد هذا شغل بروجكتيل اللي اشتغلناه هذيك المحاضره بالتفصيل. صح. واضح؟ واضح. بخصوص ما هذه المادة مثلا، انتم فيكم تقولوا لين مثلا نحن بنفضل انه ما ناخذ كل يوم او انه ناخذ تنين اربع جمعه، بوقت انه كونوا درستوا كل شيء قديم. واضح؟ يعني مثلا هلا بعد هذه المحاضره يمكن تقولوا لي ما بقى بدنا فيزيك للسبت، ساعتها مثلا نطلع السبت ساعتين، يمكن تقولوا لي لا ما عندنا. والله بيكون احسن، بيكون احسن هيك، لانه عن جد يعني عم يتكدسوا علينا، لا وقت كثير ما عم ينسوا. قولوا لي امتى بتفضلوا نرجع نطلع مره ثانيه؟ السبت منيح؟ بدكم للسبت تكونوا خلصتون. بأكيد. لكن كفيزيك بنرجع نطلع ساعتين السبت. اوكي. رح اعمل اكزرسيس، عم نعمل اكزرسيسات المهمين، يعني اول قسم من محاضرتنا هي تنكفي تي دي ان، وثاني قسم تنبلش شابيتر دو. مثل العاده قلت لكم انا الكور بعرض لكم اياه مثل ما عرضت شابيتر، كله موجود على الكلاس روم. Accélération d'une particule se déplaçant sur l'axe des x. مع particule عم تتحرك على الاكس des x. يعني mouvement rectiligne. عطاني انه الاكسيليراسيون بتساوي 4x موان 2. قال لي ax ايجال 0 ال v هي 10. بدي جيب لا فيتاس en fonction de x. طيب معي a en fonction de x بدي جيب v en fonction de x، بأي قاعدة بنفكر؟ an.
لا A دي إكس إيجال V دي في، ما خص A N. بس يكون معك A و V و X بنفس الإكواسيون، بدك تطلعي وحدة أن فونكسيون دو التانية، فكري بقاعدة A دي إكس إيجال V دي في. واضح؟ دايما يعني بهيدي المادة في طرق، إجاكم هيك بتعملوا هيك. بس يكون okay. معكم ريلاسيون بين A و V و X وبتكون تجيبوا وحدة أن فونكسيون دو التانية، فكروا بقاعدة A دي إكس إيجال في دي في. واضح؟ واضح. راحت كل شيء بقيمته. 4x موان 2 dx إيجال في دي في. بس يكون معي دي، شو بنعمل؟ بنعمل انتجرال. شو الانتجرال للفي دي في؟ هو في 2 سور 2. دايما انتجرال للفي دي في هو في 2 سور 2. طب شو الانتجرال لل 4x موان 2 dx؟ بعملها كل وحده وحده. انتجرال لل 4x dx هي 4x2 على 2، وانتجرال لل 2 هي 2x، لكن 4x2 على 2 موان 2x. بضرب ب 2 وبعمل راديكال، كون جبت v ايجال راديكال 2. ليش عم نعمل بريميتيف لل a؟ 4x2 موان 4x، لانه معك dx. انت اتفقتي معي انه بكتب قاعده a dx ايجال v dv؟ صح. طب معك دي اكس ودي في، بدي انتقل لاكس وفي. طب اذا دي اكس هي ديريفي دو اكس، معي ديريفي بدي انتقل للاكس، كيف بعمل انتجرال؟ بالانتجرال كل اللي فيه في بعملهم وحدهم، وكل اللي فيه اكس بعملهم وحدهم. هلا بنزلكم ورقه عن الانتجرال والديريفي بحال ما كنتوا حافظينه، انه مثلا انتجرال للاكس دي اكس هي اكس 2 سور 2. واضح؟ اوكي واضح. عندكم مشكله بهذا الاكزرسيس؟ لا هي واضح. هنتقلع هنتقلع اكزرسيس غيره. عملنا اه عملنا تروا عملنا السيس عملناه هذيك الماده ايه حلينا الديس والنوف حلينا. يعني عم بعمل كتير مهمين اللي بيجي مثلهم. رح اعمل السينك معي لو موفمون، معي بارتيكول عم تمشي بالبلان اكس او واي. قال لي انه الاكس هي بتساوي تي كوسينوس تي، والواي بتساوي تي سينوس تي، وقال لي انه هي بين 0 و 2 بي تي. بده مني اجيب اكسلراسيون تانجنسيال ونورمال. رح نروح نعمل كل شيء، جيب ار وفي وكل شيء تندرب على اكس. بس شو هي؟ هي تي كوسينوس اكس، تي كوسينوس تي، وهذيك هي تي سينوس تي. لك اكس ايجال تي كوسينوس تي، ايجريك ايجال تي سينوس تي. اذا طلبت ان نجيب الفيكتور ال، الفيكتور بوزيسيون كمودول بيساوي اكس اي بلس ايجريك جي، وتحطوا كل شيء بقيمته. صح. نعم تي كوسينوس تي اي بلس تي سينوس يعني تي كوسينوس تي اي بلس تي سينوس تي جي. هذا اذا طلبت منكم شو؟ اذا طلبت منكم الفيكتور. اذا طلبت ار مودول بتقولوا لي انه هو راسين للاكس او كاري بلس ايغريك او كاري، يعني هو راسين للتي 2 كوسينوس كاري تي بلس تي 2 سينوس كاري تي. مزبوط؟ ايه مزبوط. هلا هاد دغري بصير فينا نطلع الاتانجنسيال كثير هيني. لحظه، اذا اخذنا تي 2 فاكتور كومون ما بصير معي تي 2 مضروبه بكوسينوس كاري بلس سينوس كاري اللي هي 1. صح. وراديكال دو تي 2 هي تي، بقى طلع ار موديول. اذا رح روح جيب في فيكتور. في فيكتور هي ديريفي للار فيكتور. مزبوط؟ مزبوط. يعني هي ديريفي دو اكس اللي بكتبها اكس بوان سويفون اي، بلس ديريفي دو ايغريك اللي بكتبها ايغريك بوان سويفون جي، معي تي كوسينوس تي. كيف بدنا نعملها ديريفي؟ بنروح بنعملها ديريفي شوي شوي عن طريق الاو فوا في. ديريفي للاو فوا في هي او بريم في بلس في بريم او على في او كاري. لكن اكتب لكم اياها هون.
ديريفي للاو فوا في هي او بريم في بلس في بريم او على في او كار. هيدي للاو سور في هني اثنين هبدا كلهم رح احطهم بالملخص اللي رح نزلهم. لكن ديريفي رح ارجع بس اضبطها شوي. هو يعني فورمولا الديريفي مفروض انكم تكونوا بتعرفون مش بس بمادة الفيزيك بمادة المات كمان. U sur V ديريفي لل U sur V هي U بريم V موان V بريم U على V2. هيدي إذا كانت U sur V. إذا كانت U فوا V ديريفي لل U فوا V هي U بريم V بلس V بريم. هون هي شكلها U فوا V. U بريم V يعني ديريفي دو T فوا كوسينوس T. ديريفي دو T هي 1 لكن هي كوسينوس T بلس V بريم U بلس ديريفي للكوسينوس اللي هي موان سينوس. يعني بتطلع كوسينوس تي موان تي سينوس تي. هيدي الاكس بريم واضحه؟ انا ما فهمتها. الاكس شكلها او فوا في مزبوط؟ مزبوط. ديريفي للاو فوا في هي او بريم في بلس في بريم. ماشي؟ ماشي. طب اذا الاو هي تي رح انا بكتب لك اياهم. اذا او ايجال تي U prime هي derivée de T مش يعني 1؟ اه بي. إذا V إيجال كوسينوس T V prime هي derivée de كوسينوس T اللي هي منا موان سينوس T. صح. بيجي بطبق الفورمولا U prime V يعني كوسينوس T موان V prime U يعني موان T سينوس T. هيدي بتكون طلعت هي X prime. بس لسه ما خلصت، لسه في اللي تحت الإيجراج. أكيد أنا عم أشتغل على الإكس بريم واحد، هلأ برجع على الإجراك بريم. U بريم V U بريم V يعني ديريفي دو تي اللي هي 1 فوا سينوس تي. سينوس تي بلس V بريم U بلس ديريفي للسينوس اللي هي كوسينوس فوا تي. لكن بتطلع سينوس تي بلس تي كوسينوس تي. هلأ جبت إكس بريم وإجراك بريم، بقول له V فيكتور إيجال هيدا x بوان اي و y بوان جي. ما حطهم تما تعجق الصوره، بس انتم بتحطوا x بوان و y بوان بقى بقيمتهم. واضح؟ شو؟ ما علي حطهم كرمال نعرفهم. هيدي x بوان يعني بتصير كوسينوس تي موان تي سينوس تي سويفون اي بلس سينوس تي. هذا الفيكتور في اكيد لانه اي جي بلس تي كوسينوس تي سويفون جي. في شيء ما واضح؟ لا طلعنا الفيكتور. في شيء مشكله؟ لا. طيب بعد ما عملت ديريفي وطلعت الفيكتور بدي روح جيب في موديول. في موديول هي راديكال اللي ضارب اي او كاري بلس اللي ضارب جي او كاري. يعني هي راديكال للكوسينوس تي موان تي سينوس تي او كاري بلس سينوس تي بلس تي كوسينوس تي او كاري. حد عنده مشكلة؟ شو؟ لا راديكال للي ضارب اي او كاري بلس اللي ضارب جي او كاري. واضح؟ بقدر كفي؟ ايه واضحة. بجي بعملها هيدي عنا ام وين بي او كاري هي ا دو يعني كوسينوس كاري تي بلس بي دو يعني بلس تي دو سينوس كاري تي موان دو زابي يعني موان دو تي كوسينوس تي سينوس تي كوسينوس تي سينوس. هيدي أول وحدة. الثانية كمان بجي بعملها على نفس القاعدة بس A بلس B أو كاري هي A2 يعني سينوس كاري تي بلس B2 بلس T2 كوسينوس كاري تي بلس 2AB يعني بلس 2T كوسينوس تي سينوس تي. أكيد كلهم جوا الراديكال. في شي مشكلة؟ مل الديفلوبمون شو؟ هلا بشوف لا هيني ما بعمل شيء لديفلوبمون. مين في يطيرهم؟
موان 2 تي كوسينوس تي سينوس تي بلس 2 تي كوسينوس تي سينوس تي بيتيروا مع بعضهم. طب كوسينوس كاري بلس سينوس كاري ما في حد بدلهم اه؟ في صح عنو كوسينوس راديكال 2 1 بلس طيب تي 2 سينوس كاري تي بلس تي 2 كوسينوس كاري تي. اذا اخذت تي 2 فاكتور كومان شو بيصير معي؟ تي 2 مضروبه بسينوس كاري بلس كوسينوس كاري اللي هي كمان 1. لكن ال في ما صار فيه يقول ان راديكال دو 1 بلس تي 2 بال جبت ال في. ا تانجنسيال هي ديريفي دو في مظبوط. قلت لكم ديريفي للراديكال دو U هي U بريم على 2 راديكال دو U مظبوط مظبوط ولا لا؟ شو مظبوط. طب اذا ال U هو اللي جوا الراديكال يعني إذا U هو اللي جوا راديكال يعني هو 1 بلس تي 2 فيكم تقولوا لي مين بيكون الـ U بريم؟ ديريفي لل 1 0 بلس ديريفي لل تي 2 هي 2 تي. طب باش نطبق القاعدة هي 2 تي على 2 راديكال دو 1 بلس تي 2 هيدي الأتونجنس طير 2 و 2 من فوق من تحت بتطلع تي على راديكال دو ان بلس واضح؟ واضح. هلا الـ ان بنجيبها من الفورميل اللي بتقول الـ a فيكتور ايجال a تي بلس a ان بس نرفع او كاري اه ايه برافو. هلا هلا رح نروح نجهز اه عم تسوق المراحل بس بـ a تي في شي مشكلة؟ لا لا هيني برافو اللي عم تحكي بس عم تسوق المراحل. طب هي شكلها U بريم على U على دو راديكال ال U ال A T ال A بدي روح جيب A فيكتور. A فيكتور هو ديريفي دو V فيكتور بارابور A T صح؟ صح. شو الديريفي للكوس بجي بعملهم ديريفي وحده وحده. شو الديريفي للكوسينوس؟ هي موان سينوس لكن بتصير موان سينوس تي وهيدي بعملها على شكل U فوا V في موان قبلها بس يعني U بريم V يعني موان سينوس تي بلس في بريم او ديريفي للسينوس هي كوسينوس يعني موان تي كوسينوس تي سويفون اي بلس شو ديريفي للسينوس هي كوسينوس لكن كوسينوس تي بلس كوسينوس تي ديري موان تي سينوس تي سويفون جي. حدا عنده اي مشكله بهيدي؟ كل اللي عملته ببساطه اني اعمل الديريفي. شو؟ لا ما عندي مشكلة، ما عندي مشكلة. بقدر كافي؟ اي اكيد. طيب بدي اجيب ا موديول، فيكم تذكروني شو هو ا موديول؟ نعمل A راديكال نرفع او كاري راديكال اللي ضارب اي او كاري بلس اللي ضارب جي او كاري صح مظبوط مظبوط مظبوط. لكن يعني بتمنى هو ترجعوا تعيدون احنا اكيد هلا السبت حنخلص كل شيء هي لازم تكونوا تعملوا كالكول بايدكم بخصوص الشيمياء حناخد بكره وكمان يعني بس تحسوا كثير مضغوطين قولوا لي ما يعني ما حناخذ اليوم. هلا بخصوص الامتحان لسه ما حددوا بس عم بيقولوا انه ب 28 الشهر بس انه لسه ما طلع شيء رسمي يعني ان شاء الله بنلحق بتكونوا مرتاحين ترجعوا انتم تعملوا ريفيزيون وتدرسوا كل شيء يعني من هي ما تخافوا ما في حدا درس وما قدر ينجح مش ينجح بس يجيب 90 و80 هيدي اللي هون اذا بدي ظبط لها شكلها شوي ما في اكتبها انها موان 2 سينوس تي موان تي كوسينوس تي واللي تحت ما في اكتبها انها 2 كوسينوس تي موان تي سينوس تي صح. هلا بيجي بطبق الفورم بس رح امحي اللي فوق مثل ما كان جوا الرسمه رح امحي اللي فوق لكم
لكن أمودو هي راديكال لل موان دو سينوس تي موان دو سينوس تي بلوس بس من نجد دو سينوس تي مون تي كوسينوس تي وين توصي الديريفي لا تي سينوس تي هي او بريم في بلوس او بريم كان في هي موان ابلا واضح؟ بليز اذا حدا اي نقطه دغري قل لي واضح بقدر كفي؟ ايه واضح لكن هي موان دو سينوس تي موان تي كوسينوس تي بلس دو كوسينوس تي موان تي سينوس تي او كاري عندكم مشكلة؟ بقدر كفي؟ ايه كفي يعني عم بمشي فيهم شوي شوي كرمال راح بلش راح اخذ غير لون شو موان دو طب هيدي موان ا موان بي بما انه اوكاري بقدر طير موان موان ا دو ا دو لكن هي أد اللي هي 4 سينوس كاري تي بلس بي 2 اللي هي تي 2 كوسينوس كاري تي بلس 2 تي سينوس تي كوسينوس تي هيدي الأولى الثانية هي 2 كوسينوس تي موان تي سينوس تي مزبوط يعني كالكول جديد عليكم لهيك عم بعمله شوي شوي بس بدي جواب اذا عم تفهموا ولا بعيد شو نعم نفهم هيك كل ما خلص وحده عم بسالكم اذا فهمتون لان يعني كالكول بيجي هو ذاته حنعمله نحن مره وحده يعني مثل علامات رشه بالنهايه دي ماده ابدا ما صعبه حتى لو قد ما كنتوا بتكرهوا الفيزيك هيدي اللي هون هي 4 كوسينوس كاري تي بلس تي 2 سينوس كاري تي موان 2 تي كوسينوس تي سينوس تي كوسينوس تي سينوس تي لو بلس 2 تي كوسينوس تي سينوس تي ولو موان 2 تي كوسينوس تي سينوس تي بيطيروا مع بعض طب 4 كوسينوس كاري بلس 4 سينوس كاري اذا اخذت 4 فكرتهم ما نعم في شيء؟ بنحط برافو بتطلع 4 فوا 1 يعني 4 رح دور لكم اياهم تتعرفوا انه من هيدي ومن هيدي اخذت 4 فاكتور كومون صار معي راديكال دو 4 ومن هوليك باخذ تي 2 بيطلع معي الجواب هو راديكال دو 4 بلس تي 2 واضح؟ صح ايه واضح جبنا لا طب هلا كيف معقول اني اجيب الان قل له انه هي ان ايجال راديكال دو ا او كاري موان ا تي او كاري ذاكرين قد ايه طلعت معنا الاتي ولا برجع بشوف هي راديكال دو 4 بلس تي 2 موان خليني ارجع اشوف قد ايه طلعت معنا الاتي يعني هذا عمل طلعت راديكال دو 1 بلس تي 2 مظبوط موان الكاري والراديكال بتطوروا بعضهم يعني موان 1 موان تي 2 رح اكتبها شوي بس عم رح امحي فوق برجع اكتب لكن ان هي راديكال دو ا او كاري موان ا تي او كاري مزبوط اذا ان هي راديكال دو ا او كاري موان ا تي او كاري لكن
A إن هي راديكال دو. A أو كاري، كاري أو راديكال بيطيروا بعضهم يعني 4 بلس تي 2، موان A تي أو كاري يعني موان 1 موان كوسينوس كاري. طلعنا الـ A إن، مين في اللي شو العلاقة اللي بتربط لي A إن بـ R؟ شو؟ الـ AN، الـ AN الـ A إن بـ R؟ هي AN بتساوي V أو كاري على R؟ برافو، يعني R ما فيك تقولي إنها بتساوي V أو كاري على A إن؟ صح. و إذا R بتساوي V أو كاري على A إن بقدر أنا ساعتها إني أطلع. واضح؟ يعني الـ واضح، A تي بالأحلاك كثير كلها. هايل، نعم، عم برجع على كثير كلمة. هايل. إيه هو مزبوط، هي كلمة دي هيك يعني، هي ما حيفها تكون بقصص فيزيك معقدة. نفس الطريقة، بس خلاص إذا حلينا سؤال واحد شامل مثل بعضه. أنا مزبوط. الـ A تي طلعت معنا T على راديكال دو 1 بلس تي 2. خليني ارجع شوي على الكالكيول تبع الـ A إن. A إن هو راديكال دو A أو كاري، يعني راديكال لل 1 بلس تي 2 موان A تي أو كاري، يعني موان تي 2 على 1 بلس تي 2. بعمل دينوميناتور كومون اللي هو 1 بلس تي 2، هون هي 4 بلس تي 2 كانت الـ A. بعمل دينوميناتور كومون اللي هو 1 بلس تي 2، بصير معي 4 بلس 4 تي 2 بلس تي 4 على 1 بلس تي 2 كلها جوا الراديكال. طب تي 4 بلس 4 تي 2 بلس 4، ما في يقول ان تي 2 بلس 2 او كاري، يعني طلع من الراديكال بلا او كاري بيطلع معي تي 2 بلس 2 على راديكال دو 1 بلس تي 2. طلعت الـ ان، بقول له ار هي في 2 على ان، ار هي في او كاري على ان، في هي راديكال دو 1 بلس تي 2 لكن في او كاري هي 1 بلس تي 2 على ان، يعني على 2 بلس تي 2 على 1 بلس تي 2 اكسبوزون 1 دمي. طيب ال 1 بلس تي 2 اكسبوزون 1 دمي ما في يطلع على فوق بصيروا 1 بلس تي 2 اكسبوزون 3 دمي، بتصير 1 بلس تي 2 اكسبوزون 3 دمي على 2 بلس تي 2. هيدي الاكسبوزون 3 دمي شرحتها هذيك المره، بس للي ما حضروا بعد الريكورد رح اقول لكم اياها. بس يكون معي نفس الباز بجمع على الاكسبوزون، يعني مثلا اذا عم بعمل انا عم بعمل 1 بلس تي اكسبوزون 1 مضروبه ب 1 بلس تي اكسبوزون 1 دمي، بما انه نفس الباز بقول له هي 1 بلس تي اكسبوزون وبجمع لي وبجمع اللي على الاكسبوزون، يعني اكسبوزون 1 بلس 1 دومي اللي هي 3 دومي. هون كانت 1 بلس تي 2 يعني. بس وضحت الفكره؟ وضحت؟ ايه وضحت. في اي سؤال عن هذا الاكزرسيس؟ يعني ماشي عمليه كالكول وديريفل هيك بتمنى انتم عم تعملوا، بالنهايه بتكون تعملوا بايدكم تتاكدوا انه فهمتوا. اذا في اي سؤال دغري تسالوا. واضح؟ ايه واضح. هسه رح اعمل اكزرسيس سات ونبلش شوي مثل انترودكسيون صغيره عن شابتر 2. انترودكسيون صغيره عن شابتر 2. ولد كب حجره لفوق، ولد كب حجره لفوق، اذا في شيء رسمي حارجيكم اياه يعني. لحوا ولد كب حجره، انتم تخيلوا في ولد تحت وولد على البلكون فوقه باربع امتار. الولد اللي تحت كب حجره لفوق، الجرسون اللي موجود على البلكون على اربع امتار لقط هيدي الحجره بعد ثانيه. السؤال انه بدنا نجيب الفيتاس انيسيال تبع هيدي الحجره. واضح؟ شو؟ في ولد تحت، ولد على البلكون، الولد اللي على تحت كبل له حجره، بعد ثانيه لقط اللي ولد اللي على البلكون. بدي اجيب الفيتاس انيسيال. كل شيء هيك اكزرسيسات بنفكر فيهم على اي اساس؟ على اساس البروجكتيل. لكن بقول له عندي بروجكتيل y إيجال هون ال v suivant y، يعني هي موان 1 دومي جي تي 2 بلس v 0 تي بلس y 0 اللي هي 0 لانه الحجره بلشت من تحت. صح؟ صح. طيب بس بقول بس وصلت الحجره عند الطابق عند الصبق، بس وصلت الحجره عند الصبق صار ارتفاعها 4 امتار و تي إيجال 1، بقى بقول له في حد بدل y 4 وبدل ال تي 1 طلع ال في 0، بصير معي 4 ايجال موان 5 بلس في 0 تطلع ال في 0 ايجال انا. لكن الصبي هيدي الايكواسيون دو لا تراجكتوار بقدر طبقها على حي الله نقطه معي، يعني الاجرك 0 بنحطها ايجال 4 ما هيك؟ لا ايجرك ايجال 4،
انت جبتي اجريك، شو هيدي الاجريك؟ الاجريك هي لحيلا بوزيسيون تبع الطابق تبع الحجره، سوري. اذا انا قلت لي بور اجريك ايجال 4 تي ايجال 1، فيك ترجع على هيدي الايكواسيون تحطي بدل اجريك 4 وبدل تي 1 وتطلعي انت لشو انت بحاجه. اوكي واضح؟ ايه واضح. هلا يعني انت منك عطينا انه اجرك ايجال مو ان دومي جي تي، نحن طلعناها. نحن طلعناها بس على براتيك اوكي يعني نفس قبل. واضح؟ ايه واضح. لكن هيدي الإجريك هي إيكواسيون دو إيكغريك إن فونكسيون دو تان، فيكم تستعملوها بأي نقطة بدكم إياها. فيكم تستعملوها بأي نقطة بدكم إياها، بقى أنا استعملتها على ارتفاع الأربع أمتار وقلت معي التي وطلعتها. واضح؟ شو؟ ايه واضح. Quelle est la vitesse de la pierre juste avant que le deuxième garçon ne l'attrape? بدي جيب الطابة، بدي جيب السرعة باللحظة اللي الولد لقطها. بدي جيب السرعة باللحظة اللي الولد لقطها. نحن معنا الإجريك ومعنا التان. طيب أوكي، بروح بقول له الفي الإجريك هي موان أن دومي جي تي دو بلس في زيرو تي بلس إجريك زيرو. إذا حطيت كل شيء بقيمته ما بتصير موان 5 تي 2 بلس 9 تي. صح. طيب هون عم بشتغل بس فيرتيكال، مش مثل اول كان انا عملت لكم يو فيرتيكال واوريزونتال. هون عم بشتغل بس فيرتيكال. لكن ما في اقول له انه الفيتاس هي ديريفي دو اي، يعني هي موان 10 تي بلس 9. وبس الولد لقط الطابه كانت تي ايجال 1، بس الولد لقط الحجره كانت تي ايجال 1. لكن صارت موان يعني 10. الإجريك صار بتساوي الفي، نعم الإجريك بتساوي الفي. في هو كيف اجريك بتسوي في؟ في هو ديريفي دو اجريك. لحظه، انت عندك 2 في، لحظه هكتبه. انت عندك 2 في، في اكس اللي هي ديريفي دو اكس وفي اجريك اللي هي ديريفي دو اجريك، مظبوط؟ بتقولي لي في ايجال راديكال دو في اكس او كاري بلس في اجريك او كاري، صح ولا لا؟ صح طيب هون عم نشتغل بس سويفون فيرتيكال، صح؟ تحت يعني اللي تحت. يعني اللي فوق صفر اذا بدك، يعني شغلي على اللي تحت. بقى رحت جبت ايجريك اون فونكسيون دو تان وعملت لها ديريفي. الديريفي تبع ايجريك اون فونكسيون دو تان هي اللي عطتني في ايجريك. اوكي وضحت؟ بعدين بجي بقول بس الولد لقط الطابع لقط الحجره سوري، كانت تي ايجال ان، حطيت بدل تي ان طلعت الفيتاس موان 1 متر بار سكند. قبل ما احكي بهيدي الموان، في شي سؤال؟ لا كيف فيتاس موان 1؟ بس اسا دقيقة حيفصل، حنسكر نرجع نفوت على نفس اللينك تجاوبكم ليش الفيتاس موان 1 ونكفي شغلنا. اوكي okay.